انا النهارده الساعه 6 الصبح جت في دماغي حاجه لما قعدت معاكي اكتر من مره وقربنا من بعض جدا، لقيت فيكي مش الكاميرا بقى، مش الشكل بتاع الكاميرا، شكلك انتي فيكي شبه كبير جدا من ممثله وراقصه زمان كان اسمها كيتي، في تشابه غير طبيعي. فانا النهارده عامله لك مفاجاه، يعني فاهمها بقى عشان انا هعمل لها المفاجاه طب دلوقتي. خليني الاول اترجم وبعد كده. I heard She said that familiar name. she said about you talk about أم كلثوم and أصالة and you love their song and you dance on it and you like them and she talk about يعني the past. There is like a surprise for you that يعني I don't know the surprise. لا ما حدش يعرف السربرايز خالص لغايه دلوقتي. I don't know. على السربرايز هنشوفها كلنا دلوقتي. But يعني we will see it now. After we see we'll طيب. talk. يلا نشوف المفاجأة يا جماعة، إيه هي المفاجأة؟ وقولوا لي صح ولا غلط. أوكي. ورجعنا لكم. انا عايزه اقول لكم ان احنا قررنا كذا مره برومو بس احنا كنا ميتين من الضحك. تمام استاذ باسم اتفضل، ايه رايك في الموضوع دي وجوهر؟ كيتي ما لسه المفاجاه جايه، كمل بس. ايه رايك انت فعلا شبه كيتي شكلا وروح، وهي فعلا كانت بترقص بروح وكانت متقنه جدا في الموضوع ده. ايه رايك حضرتك، هل كلامي صح ولا لا؟ You are very similar to Kitty and she was dancing with soul like I know this you know I heard this so many not first time I heard I'm hearing this that I'm similar to her and it's big honor for me because she's so lovely and she's so sweet and I think people saying like this maybe I don't think that we're similar in face or body I think it's something about energy and this feeling inside she's very light and she's very very cute very sweet يعني maybe I'm شويه similar. هي بتقول ان هي متفاجئه ان دي مش اول مره حد يقول لها ان هي يعني شبه كيتي وكده، بس هي بتقول فعلا ان هي مش موضوع روح، هو موضوع طاقه. يعني هي ممكن تكون الطاقه بتاعتهم واحده. اوكي فهي يعني طبعا يسعدها ان هي تبقى بس